في توجيه رسمي من الحكومة ببدء إجراءات تنفيذ مشروع تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية، وده سبب طبعا أهميته الكبيرة لأنه بيربط بين مجموعة محاور مهمة زي مثلا الطريق الدائري وكورنيش النيل ومحور 26 يوليو وغيرها من المحاور. طبعا بكل تأكيد مشروع مهم منا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية هذا المشروع من الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بيك دكتور. ازاي حضرتك شايف اهميه تنفيذ مشروع الصوره البصريه لجامعه الدول العربيه؟ احنا عندنا عارفين ان دايما في العديد من البلدان بيبقى في عندهم في المدن الرئيسيه والمدن الكبرى بتبقى في بعض المظاهر معينه في بعض شوارعها او الميادين او حتى المدينه، يعني بشكل عام ليها اهميه اذا كانت وظيفيه او حتى جماليه او دينيه او ما شابه. فبالتالي لابد ان يكون في تجميل بصري للمناطق الموجوده او بعض عناصر منها ومنها الشوارع. فبيتم هذا الموضوع عن طريق اما تجميل المناطق بشكل عام او تجميل بعض الشوارع او الميادين اللي موجوده او وضع علامات بصريه بطريقه معينه وكمان على ضبط الحدود بشكل معين، بالتالي تبقى المدينه ليها شكل جميل. الكلام ده لازم يتم مع احترام الوظيفة اللي موجودة لهذا الشارع. طبعا بالنسبة لجامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية من أهم الشوارع اللي موجودة يمكن في مدينة الجيزة ومدينة المهندسين ومدينة الجيزة ومحافظة الجيزة ككل، فبالتالي كان لابد من الاهتمام بها ومحاولة يعني ضبط العشوائية البصرية اللي موجودة في هذه المنطقة بالطول الكامل اللي هو موجود، اللي هو يصل تقريبا لحوالي 2.5 كيلو متر وبيبدا من شارع السودان لحد ميدان السفنكس، ويعتبر من افضل الشوارع الموجوده في هذه المدينه، وبيحتوي على العديد من الانشطه وبيرتاد الكثير من السكان اللي موجودين والمواطنين ويمكن السياح في الكثير من الاحيان. فبالتالي كان لابد من تجميل الشوارع نفسها برقبها ووضع الاشجار والمناطق الخضراء وبعض المناطق بيوضع فيها بعض التماثيل وبعض العناصر اللي هي ممكن تسمح للمواطن ان هو يقدر ان هو يجلس وان هو يعني يبقى حوله مناطق خضراء ويبدا ان هو يعني يتريث في هذه المناطق بشكل كبير. ده ممكن يكون له عائد استثماري يا دكتور، ولكن بيتم الاهتمام ايضا بالعديد من المحاور الموجوده في اغلب المدن، فهيتم به في حوالي تقريبا 11 محور هيتم الاهتمام بيهم مروريا ووظيفيا، وهيتم تجميل الواجهات بشكل كبير، والكلام ده المفروض ان هو هيتم في اسرع وقت، يعني اعتقد هيتم قبل العيد بحيث ان هو ممكن يكون في رؤيه لتجميل الصوره البصريه لهذه الشوارع وهذه المحاور. سالت حضرتك يمكن ما سمعتنيش، ده ممكن يكون ليه عائد استثماري بعد تنفيذ هذا التجميل البصري اللي هنشوفه؟ اولا احنا زي ما قلنا ان هو ممكن يكون جاذب للسياح اللي موجودين ومرتادي، وكمان في الانشطه الاقتصاديه بتبدا ان هي بيبقى تتفاعل مع الناس بشكل افضل، فبالتالي بيكون في استثمار اكثر في هذه المناطق وتبادل للتجاره والعديد من الانشطه اللي هي ممكن ترفيهيه وما شابه، خصوصا مع توافر النوادي وتوافر العديد من الخدمات الترفيهيه في هذه المنطقه والخدمات التجاريه. عظيم. إذن الموضوع مش مجرد تطوير، مش مجرد توسعة طريق وإنشاء كباري أو كده، لا، الموضوع في رؤية للحفاظ على الهوية البصرية لأي مكان، لأي منطقة، لأي مدينة، على حسب الحاجات اللي موجودة في هذه المدينة وهذه المنطقة. وزي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي، اتفضل يا فندم، التجميل والرؤية البصرية لهذه المنطقة بتتعامل مع الوظيفية الكاملة لهذه الشوارع او المحاور، فبتتعامل مع الانشطه التجاريه، بتتعامل مع الانشطه الاداريه اللي هي متوفره في هذا الموضوع، طبعا في فنادق موجوده بهذا الشارع، كمان بتتعامل مع الشكل الجمالي، ان احد العناصر الرئيسيه اللي هيتم التجميل بيها هو تجميل الواجهات اللي موجوده ومحاوله ضبطها ومحاوله ضبط يقط الاعلانات اللي بتبقى موجوده في الداخل، بحيث انها تدي رؤيه واضحه للانسان اللي هو اللي ماشي في هذا الشارع. دي مهمه جدا في بعض الاوقات يا دكتور. الناس مش متخيله حجم التلوث البصري ممكن ياثر على الناس ازاي وعلى المدى الطويل. يعني لو انت متعود ان انت موجود في مكان ما فيهوش نظام، ما فيهوش ترتيب، ما فيهوش تنسيق،
في الالوان وفي الشكل العام بشكل عام يعني. اعتقد ان ده بيكون له تاثير كبير جدا على الشخص نفسه في مستوى تركيزه، في مستوى قدراته اللي يقدر يقدمها في مجال عمله ايا كان ايه مجال عمله. في كمان وحضرتك بتتكلم عن هذا المشروع كمان تم ربطه بمحاور مهمه جدا، يعني احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن شارع جامع الدول العربيه بيوصل لاحمد ورابي، واحنا عارفين المنطقه دي كان بتكون زحمه جدا وفيها اقبال كبير جدا من الناس نتيجه بعض الانشطه الاقتصاديه والتجاريه زي ما حضرتك ذكرت. بيربطوا هذا الكلام بالدائري، وعندنا كمان محور كمال عامر وطبعا مقبره الكباري اللي هو موجوده، وشارع مصر والسودان حتى. احنا خليني بس اوضح لحضرتك دائما وابدا في ارتباط بين الحاله النفسيه للمواطن والشكل العمراني الموجود حواليه. يعني احنا دايما بنقول ان المدن بتؤثر وتتاثر على الانسان وبتتاثر بيه وبسلوكه اللي هو موجود، وفي نفس الوقت هو بيتاثر بيها. فبالتالي هو من المصلحه ان احنا نحاول نعمل الاماكن اللي هو موجود فيها بشكل جميل ويتعامل مع الناحيه البصريه عشان نقدر نعدل من سلوك هذا المواطن ونحاول ان هو يخلي نفسيته افضل شويه. أكيد. طيب دكتور، في تفكير بالفعل حصل في إنشاء مشروع زي ده علشان يكون جزء من منطقة الأعمال المركزية في مدينة الجيزة، الهدف من إنشاء حاجة زي كده في مدينة الجيزة بالذات وبالتحديد؟ أولاً هو يعني إحنا في عندنا بقى يعني خلينا نقول إن هو المنطقة المركزية اللي بتبقى موجودة في مدينة الجيزة أو أي منطقة زي مثلاً اللي هي موجودة محطة تشكيل اللي بتبقى موجودة، فبيتم في الوقت الحالي برضو إعادة دراسة للمناطق الموجوده حواليها ل يعني تضبطها بصريا وتجميلها بصريا بحيث انها تتوافق مع كم المرتادي لهذا المكان فيما بعد. كمان المنطقه المركزيه للجيزه واللي فيها المباني الحكوميه والعناصر الاداريه الهامه برضه بيتم تجميل فيها، فاحنا عندنا يمكن مجموعه كامله من المشروعات اللي هي بتتعامل مع النواحي الجماليه اللي هي بتتعامل مع النواحي النفسيه للمواطن بحيث ان هو تخليه افضل حالا ويبقى يعني مع الاداء الوظيفي اللي هو بيفيد البلد برضه بيبقى فيه حاله تفيد الحاله النفسيه اللي هو ليه يعني. اعتقد كمان يا دكتور الاهتمام بتوسعه هذا الطريق وهذا الشارع هيؤثر بشكل كبير جدا في حركه السيوله المروريه لمحطه القطارات الجديده، يعني حضرتك ذكرت محطه بشتيل دلوقتي هيكون في اقبال بكل تاكيد على هذه المحطة، توسعة الطريق هيأثر بالإضافة إلى ربطها بالدائري والمحاور المختلفة. أي معالجات للشوارع اللي تبقى موجودة لابد إنها تراعي حالات المرور الكافية للمنطقة، منها كان اللي هو هي بعض المناطق للانتظار على جانبي الطريق بحيث إنها برضو تكون بشكل عملي وما يكونش فيها يعني إعاقة للنواحي المرورية اللي موجودة في هذا الشارع، خصوصا حركة المشاة. لان برضه المفروض يكون في نقاط محدده يتم العبور من خلالها ولا تؤثر على الموضوع، مع طبعا التعامل مع الميادين الهامه زي مثلا ميدان مصطفى محمود، ميدان السفنكس، وميدان جامعه الدول. كل العناصر الموجوده دي لابد انها يتم التعامل معها بحيث انها لا تؤثر على حركه المرور، بل بالعكس تعالج الزحام المروري الموجود وتحت السيوله في المرور، خاصة مع اختلاط الأنشطة والوظائف اللي موجودة وكثرة العدد اللي هو بيرتاد لهذه المناطق. فلابد من معالجة مرورية مع المعالجات البصرية اللي بتتم في المنطقة. فبالتالي بيتم المعالجة من ثلاث عناصر: الشكل الجمالي والوظيفة والنواحي المرورية المختلفة للمنطقة. شكرا جزيلا دكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني.